نجيب الطنجرة ونحط 3 كاسات مي وكاسة رز. راح نخليها أول شيء على نار عالية، وهلا بوطي النار بسكر عليها وبستناها لتنشف، وهيك الرز بيكون جاهز. وهلا بنزل لترين حليب، بنحركهم شوي، راح ضيف كوب سكر ونحركهم كمان. بنجيب طاسة بحط فيها مي، 3 ملاعق نشا، بخلطهم كتير منيح وبنزلهم على الطنجرة ونضل نحركهم باستمرار. أول ما يثقل القوام طفي النار ونضيف شوية ماء زهر ونخلطهم كمان، نصبهم بالصحن وبحطها بالبراد من ساعة لساعتين.